من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخماسي على إيفان أحلى غدوة. يا فيما على راديو اهلا وسهلا ويا مرحبا، نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يشل لكم صوتي يا فيم. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الثاني من برنامج الدوامه بلوس، حلقه الاثنين 13 ماي 2024، حلقه باش نرجعوا فيها بالبنت العريض على استدعاء الممثل القانوني لذات اي اف ام للجرجاني. بعد شويه نرجعوا نحكيوا عليه، نحكيوا ايضا على بيان الاذاعه ونتابعوا معكم اول باول شنو قاعد يصير، باش ناخذوا زاده ونسمعوا اخر المستجدات في ملف كل من الزميلين برهان بسيس، مراد الزغيدي والاستاذه سنية الدهماني. نحكيوا بعد شويه كوره مع ضيوفي لليوم اللي يحضروا في البلاتو، اللي باش يحكيوا معنا على مباراه الكلاسيكو والتعيين الجديد في النادي الافريقي. هذا الكل اكثر مع الفريق والمجموعه اللي باش نتعرفوا عليهم تتسويت. البدايه بالكابيتانو خالد علي التويتي. خلود مرحبا. مرحبا محمد، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين ومستمعات اي اف ام. شكرا لك خالد علي التويتي شحرورة المجموعه. ثريا العمري مساء النور. اهلا وسهلا محمد، عسلامة الناس الكل توت ليكيب، الناس اللي تسمعوا فينا، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه يا رب لينا كل. امين يا رب العالمين. بعد شوي ثريا نرجع نحكيوا معاك على نهايه الاسبوع كيفاش كانت على المستوى الشخصي. سيد العربي سنجريه مرحبا. مرحبا بكم محمد ومرحبا بكل المستمعين. حسنين سيد رئيس التحرير السابق مساء النور والانوار. مرحبا سيدي محمد، وبداية اسبوع سعيد ان شاء الله، واسبوع كامل سعيد. امين يا رب العالمين. وان شاء الله لك والساده المستمعين والفريق العظيم ان شاء الله يعني بالبهجه وغلال الموسم. غلال الموسم ريت الغلال سابق وقتها حسنين. ما سابق وقت، هو يجي فتره يعني من بعد رمضان ذيك الفتره ذيك ما فماش غله في المواسم، هاكا ولات تتملى شويه بالفريز، والفريز هذا يا سيدي محمد ما كانش موجود. ايوه نحن انا شخصيا كليت ومكون عمري 20 اول مره تاكل الفريز 20 واكثر. ايوه هو بالثمانينات بدات الزراعه في تونس، والمسله هذه جديده وبدات الزراعه في جهه برقه يعني في الارض اللي شبه الرمليه يعني، وينتج بكميات يعني وفيره، ولكن غله موسم الربيع هذا شيء غريب عجيب راهي. الغله هذه روحها يعني الغله هذه يعني من مشمش المشمش من الخوخ والتوت من توت من بوصاع يرحم بوك. هذه هي تقريبا الكل. ومن بعد يخلط عليها البيث، البيث حاجه اخرى من الاذمام، كله اعماله صغير لا يفوت جمعتين ثلاثه ويافا. لكن تو في شهر ماي في اول ماي موجود. لا لا هذاك هو في جمعتين. لا لا هذاك هو ويزيد جمعتين. لا هو الغله هذه الغريبه يعني روحها سريعه. ايوه سريعه ما تموت يعني ما تجيبش تصبر ومسكينات خضاره راه خاطر كي تشري المشماش اولا اللي كان طاب في امه في الشجره ولا حلو ولا مطعمه لذيذ. أيوة. وخارق العاد عسل. اذا كان طاب في امه دوب تحطه في الكردونه واللي فك الامور هذيك يفشل سي يخمر يعني تحط يقول لك الكرموز في الشوري مرفوس يتفش. أيوة. على بعضه بالطبيعه لانه رهيف جدا رهيف يعني غله يعني رهيفه ماهيش غله ما تطوقش الدهك. ايوه وكذلك الحال بالنسبة هذا المشماش، وكذلك الحال بالنسبة للبوصاع. ولذلك الشيء الموجود في السوق أغلبه تلقاه غارس شوية لأنه نحوه قبل موت صحيح، بحيث ما يشبعش من أمه ما يترواشي قبل الوقت وما يعطيش نكهة. أيوة. للخالقة العادة وغلة الربيع يا حمى من ألذ ما يمكن. ممتاز ومعزتها أنها في عمرها قصير. شكرا لك حسنين. سيد عربي سنجري موجود حتى البطيخ تحته. أيوة وحسن قال لك كليت الفريز عمره 20 سنه تربع الزعرور. ايوه بدا على بك فما حاجه. أيه. بالحق أيه. الحاجه اللي لاحظتها مني محمد الغله حسن بين عمناه والسنه تحت 50% اللي كيلوها توا ب 2500 عمناه ب 5000 لا مش صحيح. وراس حسن انا عاد والله خيرات ربي انا عاد نشكي حتى نشري يوميا. فما حاجات حسن شفتهم بين عمناه والسنه انا نقول لك 50% والله يا خيرات ربي. انا نعرف الاسهم هذه ونعرف حتى
يعني ما قلت لك انا بابا كان بطيء. السوق كيفاش تو السوق الاسوام تو في السوق؟ الاسوام تو في السوق في حدود 5000 ولكن هذا 5000 بالختره بالختره بربي لحظه هذه مهمه. اش معني بالختره؟ بالختره تختار بالكعبه بالكعبه. اه باهي اوكي. في حين انه كذا اللي معناها سوق شعبي او كذا وبالميزان كله بالوزنه بالكيلو اللي نص الكيلو. يعني حط لك على بعضه تجيك ممكن اربع خمسه كعبات مضروبين خامرين. انا بالنسبه لي نخير بالاختيار. قداش تاخذ في الفريز انت؟ انا الحقيقه نعرفه غالي انا 10000 حاجه كيف هكا. لا لا تاخذ فريز مش هكا الفريز راه انا ناخذ امبالي مزين راه انا ما ناخذش الفريز برك يعمل 5000 وحده. لا احنا توا توا الفريز البنين العربي شد جندوبه وشتيته توا على بلاصته في مسيني ب 3000 مسيني انما راهو لا الاخر ب 5000 السعر نتاع نتاع المشماش وايضا نتاع البصاوه. وسي حسن مش نعطيك حاجه وقولها من تو قال لك صابه نتاع الخوخ بوتبقايا درجة لا تصدق. ممتاز. بعد شوية نرجع نحكيه على هذه الكل. بعد شوية نرجع نحكيه على بيان الإذاعة. كيف ما قلت معنا بالتليفون الأستاذ غازي مرابط محامي الزميل مراد صغيدي. أستاذ مساء النور. عايشك مساء النور. تحية ليك وللحضور وكل المستمعين. شكرا لك استاذ. سعيد جدا انك تدخل معنا وسعيد انه باش ناخذ من عندك اخر المستجدات فمش معطيات جديده ونعملوا تذكير زاده للناس اللي يسمعوا فينا في الوقت المسائي قاعدين يسمعوا فينا تمديد في الاحتفاظ بكل من المراد الزغيدي وبرهان بسيد 48 ساعه. اي هذاك هو اليوم السباح النيابه العموميه بمحكمه ابتدائيه تونس قررت تمديد في الاحتفاظ بكل من مناوب صحفي مراد الزغيدي وكذلك الاعلامي برهان السيد 48 ساعه اخرين ربما باش يصيروا ابحاث جديده في نفس القضيه في نفس احنا نراو توا انا كمحامي مراد الزغيدي ما نعرفش شنو موجود في الملف نتاع برهان السيد باعتبار انا لما وجهنا السؤال هذا السيد احدى البدايه يقول راهو زوج محاضر على روحه همش في نفس القضية. مش في نفس القضية. أوكي. هذا هذا نهار السبت في الليل. نهار معنا اللي تم السماع والإيقاف هذا بعد الإيقاف بالضبط. بعد الإيقاف يعني نهار السبت في الليل. فوالا. ما نعرفش ما صاروش معنا احنا تعرف احنا محامين بموجب قانون 1 جوان 2018 نحضروا مع المناوبين في مراكز البحث لبداية البداية بمناسبة السماع. فهمتني؟ دونك ما صار السماع هذا نهار السبت من بعد ما نعرفش شو صار، كان باش يعاودوا يسمعوه الاكيد انه الفرقه باش تتصل بنا احنا محامين معايا زاد الاستاذ الربيعي عن نقابه الصحفيين اللي هو مراد. واضح. في الوقت هذا مراد الزغيدي وين موجود؟ معناها خلينا نفهمه، هل في الاحتفاظ في الاستماع في اي مرحله الان موجود مراد الزغيدي؟ هو اللي هو يسمى في الاحتفاظ يظهر لي موجود في مركز الايقاف في بوشوشه ينجموا يخرجوه في اي وقت المركز يعني بيت الفرقه بالبرجاني ينجموا يخرجوه اليوم ويرجعوه فهمتني ما نعرفش ما عنديش معلومه قلت احنا ما تنقلناش باش يتصلوا بينا نمشيو لهم واضح. الاستاذ غازي مرابط على الزميل مراد الزغيدي تعطينا اكثر معطيات المرحله الجايه شنو يكون بعد 48 ساعه المرحله الجايه احنا ننتظروها كما قلت ننتظروا انهم باش يتصلوا بينا كان فما سماع كان ما فماش سماع سيتم عرض كل مع كل منهم كل من مراد وبرهان على السيد وكيل الجمهوريه يوم الاربعاء الصباح انا نعاود نذكر العباد راهو مراد نهار السبت في الليل تم ايقافه والاحتفاظ به لكن قبل هذا السماع صار حول الفيديو نتاعو 9 مقاطع من ليميسيون امبوسيبل اللي تبث كل يوم في اذاعه اي اف ام وعلى التدوين اللي عملها مسانده للزميل الصحفي محمد الغلاب هذا ايش صار معناته قلنا انا ومراد معناها كل مره نستناو شنو السؤال اللي باش يتوجه لنا بعد يعني معاينة الاكستري هذا او الفيديو باش ما نعرفوش معناها قلنا كان يقوم بتحليل سياسي في كل مره كان يقوم بتحليل اجتماعي في كل مره الناس الكل تعرف انه مراد معناها متزن ومعتدل معناها يكره الصعوبويه ويحب الوضوح في التدخلات نتاعو ما عندوش معناها كان ديما ينسب الامور في التدخلات نتاعو عمره ما عطاها معلومه غالطه يقوم بتحليل
سياسي وهو محلل سياسي وصحفي وعنده عقد مع ريشان من 2018 في هذا وديما يستعمل التمثيل معناها ديما يقول انا يبدو لي هكا يظهر لي هكا يستعمل برشا كلمه على العموم صحيح. انا النجم نكون صحيح النجم نكون غالب هذا الموضوع كان مستنيه في حاله يوم يرجع ان شاء الله يتم الاخراج. واضح المعلومه المؤكده اللي ناخذوها من عندك استاذ اليوم انه الملفات كل ملف على هيدا بين برهان بسيس ومراد زغيدي ما فماش التقاء في الملفات حسب المعطيات اللي قلتهم لنا. النقطه الاخيره نحب نسالك اخر لقاء مع مراد زغيدي معنويات مراد كيفاش كانت كيفاش كلمكم شو قال معنا يعطينا والله كيريكو. بالنسبه للنقطه الاولى ما ناكد لك هذا اش قال لنا معناها تاع البحث في البدايه وزاره العدليه هذا السبب اللي قال عندهم حتى علاقه ممكنهم في نفس المحضر هذا الشخص. بالنسبه لمعنويات مراد الحق مرتفعه في اخر مره بالابتسامه نتاعو اللي نعرفوها بالطاقه الايجابيه يعرف روحه معناها مراد ما بداش العمل الصحفي نتاعو اليوم نتيجه بدات عام 92 يعرف معناها اخلاقيات المهنه يعرف التدخلات نتاعو باش تكون موزونه وكما قلت لك ثقته معناها يحق مراد معناها من نوع العبد في انت الصحفي معناها يحترم العباد يحترم مؤسسات الدوله يحترم القانون وان شاء الله معناها القضاء هذا المطلوب. واضح شكرا لك استاذ. صديقنا حسن بن عثمان يحب يتفاعل معك بسرعه سؤال. حبيت نسلم عليه اخونا غازي المرابط مرحبا بك. يعيشك انا حبيت نسالك يعني انت تنوب مرادك هو اللي مراد برهان مراد فقط انا الحق طلب مني مراد هو اللي طلب منك هذا هو على والاستاذ على فهمك عنده جزء او ثلاثه محامين برهان كانوا حاضرين معاه لدى السنه. بارك الله فيك لانه سالت نعرف المحامين يتطوعون في مثل هذه القضايا انت مش متطوع انت منتدى. اتوقع شو من ما حكيتش معاه في الموضوع هذا مراد ما كانش وقت. يا سيدي ان شاء الله بالتوفيق ونسلم على مراد ونحن نعرف ايضا مراد يعني هو دارس قانون ربما زميلك متخرج من القانون ثم خريج تشونج يوريديك ثم يعني حين تداول الاعلام واسمه كان مرفوقا بلقب الصحفي واسند لقب الصحفي له واسند لقب الاعلامي لبرهان بسيس ولا ندري ماذا سنفكك ذلك فيما ياتي من الحصه. واضح شكرا لك. شكرا لك بارك الله فيك. شكرا لك سعاده جدا بتدخلك وباش نتابعوا معك كل المستجدات اول باول. استاذ غازي المرابط تعطينا كان فما جديد كان فما اتصال كان فما اي معلومه تفيد في علاقه بملف الزميل مراد زغيدي باش نحاولوا ناخذوا بعد شويه ناخذوا اخر المستجدات ايضا فيما يخص برهان بسيس وسونيا الدهماني الحسنين في الوقت هذا زاد في الوقت اللي نحن تو في المباشر الممثل القانوني لاذاعه تي اف ام وهو ايضا رئيس مدير عام لاذاعه تي اف ام سيد حمد سويح في الجرجاني في الاستماع. والله يا اخويا معنا اخونا حمد السويح نحب نبدو تعاطفنا وتأزرنا وتضامننا معاه في نفس الوقت لانه انا شخصيا انا نصلت جدا حامد مش لانه مدير الواحد انا مانيك تعرف علاقتي بالمؤسسه هذه في عهديها لان مرت بزعهود هذه المؤسسه هذه مؤسسه يعني وقت رفيق بوشناق ومن بعد رفيق بوشناق وهذا مهم جدا انا مش نلعب راه ولا يلعب في صبعي وكنت اتكلم كلام على حامد ولا غيره اعرف وما اقول ولكن يعني المؤسسه هذه معناها بك تعرف هي من هذه من ثمار الثوره المؤسسه هذه ولكن معناها يعني كانت ادائها يعني معين واصبح واختلف ادائها الان وانا اتصور يعني قاعده توضح في شخصيتها وهويتها الاذاعه هذه ورغم انها اذاعه واعده جدا لانه يعني فيها مجموعه خارقه للعاده من الصحفيين ورغم كل الظروف اللي تتعدى والاعوان والواحد والكرونيكرات وبصراحه يعني كانها باقه لمختلف الاصوات وانا اعتقادي وانا حريص جدا على الوطن التونسي وعلى الامه التونسيه وعلى وحب نقول راه كنت نتكلم على سويح راه عندي عام ما خلصتش لاسونسير اللي نطلع فيه ونهبط انا راه في عمل نضالي ما نحبش نقول نضالي لانه لا وباش كرهونا في كلمة النضال. واضح شكرا لك حسنين شكرا بحيث ربي يخرج سلامات وان شاء الله الامور تتم والدوله التونسيه اصبحت اجهزها تعمل والحمد لله. شكرا لك حسنين وعندنا ثقه في القضاء في كل الملفات على كل يلا خالد كلمه بسرعه. والله برافو عليه محمد ما عندكش فكره قديش متواضعك الراجل ونشوف فيه محمد في الاذاعه ما يدخل في حد شيء نحسه.
نتصور انا كي عيطوا له محمد قعدت بيت انا خاطر حامد احسن هو الممثل عمري ما شفته الدخل في برنامج ولا في حاجه والله انا ما نعرف كيما المره الاخرى محمد نعرف اللي باش يروح بحول الله باه سيد عربي سنقري والله انا كيما احسن كيما قالك انا ما عندي حتى علاقه الساعه لا بيه وبالمال وبالواحد قابلته ثلاث ولا اربع مرات أيوة. اقسم بالله رجل طيب انا نعرف مش خسايس نرضع في صبعي الرجل ذي نفس مومنا عنده ما عاده كي تشوفه انسان نفس مومنا يعني ما عندوش شلة يرجع لصغيرته وما نتصوره ما عنده حتى علاقه بالمواضيع ان شاء الله نحن باش نتبعوا اول باول باذن الله وثقتنا كبيره مره اخرى في القضاء في كل الملفات تحويل كي يستود سويت مع ايه بالغايب ثم رجعين للدوامه بلس من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفام أحلى غدوة إيفام على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم هذه الدوامة بلوس بحضور السيد العربي السنغرية الملاحظ ملاحظ السيد العربي السنغرية في نهاية الأسبوع أي لاحظت 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 برش حاجات كنت في الاجتماع تاع الجامعة التونسية لكرة القدم أيوة كنت ملاحظ سألوك كيفاش تاخذ الباجت قلت ناخذها ناخذها انا عندي تناخذها حتى بفونت كوميرس ناخذ 32 سنه في 27 سنه الديكلاري 27 32 نخدم في النوار خالد علي تويتي ثريا العمري وحسنين خالد جيت اليوم قلت لي كنت في السيرس في السيرس ايوه حبيت نحكي لك على التكنولوجيا مقواها يا محمد كيفاش قاعد في قاوس العربي هي شرب في قهوة يضرب تليفون فرنسا وين في السرس تشرب في قهوة كلمني صاحبي نور الدين الرزق قال لي وين قلت له في السرس قال لي برا البلاصة الفلانية قهوة مقابلة الليسي مشيت نلقى جماعة عاملين مشوا باه خويا فرحوا بيا بالكدي أما الحاجة اللي بهتتني محمد أنا عندي حاجة محمد كي نمشي البلدان كي بحذا مكتب نحس على الكومبورتمون بتاع التلامذة ونشوف حتى اللبسة هكا تقييمك عندي حاجة حتى كي نمشي البر تحس ولا تحس يلاحظ نحس يلاحظ ملاحظ ملاحظ نحب نخزر محمد شفت الكومبورتمون بتاع وليد قديش متربين اللبسة محليهم في ثنية وانا راجع غذتني حاجة والله وليد صغير لابس تينيو ليسبيرونس ايوا طلعته قلت له وين باش تمشي على 4 كيلومتر تمشي على ساقي قلت له انت لابس تينيو ليسبيرونس جبت له في التليفون تليفوني قلت له هذا يا ريتني انا وصغير عارف وريته لي انت يخزر لنا نلعب في الكلو اي حسين قلت له علاش ما تجيش في الكار قال لي بابا ما عندوش قلت له مالها راسك قال لي ليه راه لهنا الباب ديما تطلع كام من قدام ما يطلعوش من تالي يعني صحيح. اليوم محمد باقي في تونس عندنا اولاد وانت تختبر فيه حبيت تشوف سلوك مواطن ولا كي قلت له راسك اما ماكش تشجع على بشي لا 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 في حالات لا لا في حالات كيما هذوما في حالات كيما هذوما نشجع في حالات محمد بالله وليد يمشي 4 كيلومتر 4 كيلومتر بالفلوس من فرنسا يعمل لهم كارت لازم تجيبوا 4 كيلو والله ب 20000 مزود وربي 4 كيلومتر على ساقي لا وصغير محمد نتاع 10 11 سنه وليد وبرشا صحيح برافو عليك خالد توري انت انا مش نقعد في نفس السياق مشيت البارح للنحلي هزيت ما هو احنا كبار لما حنا مشينا عملنا هكا بيكنيك والله قلت هزيت صغار سخول. ولا اصحاب هزيت لا اختي اختي بنتها وانا وبنتي معناتها الاولاد كبروا عاد ماشي يتبعونا موكي يكبروا شويه الاولاد يوليوا مع اصحابهم معناتها دونك قلت زعما في القايله هذه السخونه دا واش نلقى زعما عبيد تخرج راهي تطوق براس العصفور سخونه مع يا اخي ما لقيتش ساعه بلاصه طاوله خاطر في النحلي الداخل هما الحقيقه هو النحلي راه نحب نقول في كلمه باهيه منتزه مشروع بسم الله اللي هو مشروع ناجح على الاخر ايوه 500 فرنك الدخول امن ضيف ومحليه معناتها العائلات الكل يمشيوا له دونك عاملين في الغابه الداخل ما هو كبير برشا اكيد تواول ولما قاعد فوالا مبنيين بني دونك بصيف ما لقينا طاوله باش نقعدوا ناكلوا فيها ما شاء الله ولقيت صغيرات تابعين الكشافه على ذكر الصغيرات تو دونك عملت لهم هكا تيست معناتها حبيت نسالهم شنو تعلموا شنو ما تعلموش لا حبوا ياكلوا من عندنا لا حبوا يشربوا من عندنا وراه حاجات عندك مقرونه كذاب هي المقرونه راهي موجوده هزينا فطورنا احنا فطورنا معناتها اما شو محلي معناتها نرجعوا لك الزمن هذاك القديم نتاع الكشافه خاطر قبل كانوا ياسر لي زاديغون موجودين في الكشافه توا ما عادش ياسر دونك عجبتني قلت شو صغار مع وقتنا توا مع لي ريزو سوسيو مع الدنيا ولات تخوف مع برشا دي حاجات قاعدين يصيروا والله الكشافه وحاجات مغريه للماكله رانا حطيناهم معناتها كجاه صغار اخرين رم يقول لك اي رم كليو هذم المساج واضح ما تاكلش من عبد ما تعرفوش خرق العاد والله سي حسنين جارتك في النحلي لا انا خلينا من النحلي انا حملها رجع للسلس اللي هو النحلي شبيه النحلي خليه النحلي مرة أخرى
نأجلو سيرس مهمة. سيرس مهمة نحب نسلم على أهالي سيرس وأهالي أيوة. كيف الكل أيوة. والشمال الغربي عاد السيرس دي راي اسمها خارق سيرس راي يعني اسم الآلهة ويعني مالها سيرس الحكاية الحكاية خالد ما فهمتهاش اللي هي اللي هو مشى للسيرس ومن بعد مشى كلام المشوي بحد جماعة والمنعش الثنية في الطريق العام واللي في اندرشنية حسيلوا معه مشروبات بلاش مشروبات خاص صاحبه نور الدين الرزق هذا في باريس أنا نعرف مدير السلطان اي ما يقولوش ما يلصحوش في بلاصة كاكاية ليه عنده برنامج استناني والأخطر في الحكاية متاعه تكنولوجي أخطر في الحكاية متاعه يحرضه على الانحراف صحيح هذا لا يسمح به في الإذاعة برافو عليك كان يعطيه فرصة استناني هو توا هذا الرجل لاعب كبير وكذا وماشي للسرس أيوة. ما لبس عليه مادام ماشي للسرس مادام لبس عليه في عود يعمل كولاكت لك الفتاة واللي يشوف مع أهله واللي يزم يرجع للسرس خالد يزمك ترجعه للسرس ويشري له كل البلايد هذاك بسكليت واللي يعمل له كار يشري له كار لا كار والله يحسن والله يحسن ورحمة بابا اللي عملته معه ما نقولوش عيب صحيت لا تبطلوا صداقاتكم بالمن والأذى نسحب التدخل لا سيب بعد ما جرحته بكلامك فمك فمك كلمة كذا كنت مشيح عشان يجرحوا أيوة سيلعرب لا أنا خبيلة أحسن طلب مني باش نولي مناضل مناضل أي طلب مني بالطلب أي عنده الدماغ متاع مناضل شكل متاع مناضل طلب مني باش نولي مناضل بالطلب مناضل مناضل مخ قلت له ساعة نتفاهم قبل خدمش بليش أما أنت راولي كاتبوا في مريولك ما يقولش هكا راه والله انا ما ماكش فاهم اللي مكتوب دونت تيل مي وات تو دو دونت تيل مي وات تو دو ما تقوليش شنو نعمل معناها ايوا باش تعرف الحريه نتاعك انا نقولك ما تدبرش عليه شنو نعمل ما تدبرش عليه شنو نعمل شغل معك سيد عربي سنغري باش نحكيو شويه كره نحكيو على مباراه الترجي والنجم الرياضي الساحلي نبدا معك الماتش ككل كيف شفت الماتش النيفو الفريقين شفنا فرجه فما بونتويت 5 اهداف كاملين فما ريتم في الماتش كيف ريت الماتش عارف والله ماتش حلو البارح لانه ترجي ماك تعرف تعادلت مع مستير خسرت مع ستاد تعادلت مع سفيقت خسرت مع قرقنا كوب حتى لو كان الترجي في الفتره الاخرى النتائج ما كانتش باهي الحل الوحيد هو قبل مقابله الاهلي المرسي لازم تكون الانتصار باش تكون المعنويات مرتفعه وهذا اللي صار ترجي البارح هبط تلعب في ريتم عالي ياسر ايكيب معناتها الدافع ويكيب تهاجم ترجي لعبت الهجوم الامكانيات تاع النجم الساحلي لعبت الدفاع وهذا من حقها وكانت اكريت مش معناها تلعب الهجوم تربح خويا محمد عندها قبلت الترجي الهدف الاول عدت الترجي عاود قبلت الترجي المركز الثاني عاد عاود عدلت النجم هذا الساحلي انا كان المقابله باش نقول لك متوازنه ماهيش متوازنه لكن النجم هذا الساحلي ربما المدرب خالد بن ساسي وسي شبيل عطاو على ما يبدو فما فكره في النجم هذا الساحلي وجه جديد روح وجه جديد وفما حاجه واحده اخرى في النجم هذا الساحلي وجمعيات اللي كيما النجم هذا الساحلي اللي ظروف خلاتهم يلعبوا بولادهم انا قاعد نلاحظ في الفترة الأخرانية النجم الرياضي الساحلي الوليدات الصغار اللي عنده ورقي العوني ما شاء الله عليه مش حتى هو الوليدات الصغار اللي عنده بالمقابلات قاعدين يتطوروا قاعدين يتحسنوا راهو إجا نقول لك إذا كان عندك ولد صغار وصحيح يلعبوا في مستوى عالي راهو باش يلعبوا اليوم كل يوم باش كل مقابلة باش تقام يتحسنوا أكثر النجم الرياضي الساحلي على ما يبدو معمل على وليداته قاعد يتحسن لكن الترجي كان بكل صراحة تحسوا أقوى تحس الكاليتين تاع الملعبية تعمل الفارق في كل وقت أنا نقول ترجي تستاهل الانتصار نتاعها ومقابلة ممتازة فيها برشا أهداف على الأقل لعبات تفرجت في بعد شوي باش نرجعوا على استحق الربح نتاعها الجدل كان على ضربة الجزاء الحديث على ضربة الجزاء خليني نهضر يا خالد اللي مش موافق وقت اللي تحكي أنه الترجي أنا خاطر ما تفرجتش في البيلانتي محمد تفرجت في البيلانتي حتى مهبطينا خاطرك عملت مقارنة بين البيلانتي هذيك والبيلانتي نتاع الكلوب اللي في طرح الصطاد نتاع الكلوب مكتف أكثر محمد يعني كيف تشوف نتاع الكلوب معناها هنا تفهم محمد شنية التحكيم عندنا في تونس يعني واضحة عيني في عينك معني بون خاطر ما تفرجش في الماتش برشا نحكي لك بيلانتي نتاع الاسبيرونس ما قلتكش ماهيش بيلانتي ايوا قلتكش ماهيش بيلانتي اي على خاطر سمعت لا 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 لا, 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 لا سمعت خبراء التحكيم الكل حتى في قناة الدوري والكاس مثلا في التقييم تاع الحكم معناتها النقاط الكل وانا جاي في ثنية تحية زملائنا في ديوان وصديقي حاتم كازبهار السعيد الكردي الحكم السابق يدخل زاده ويفسر
قال يعني سنتوراج موجود اذا اللاعب ماهوش يغزر للكره وشد من هكا من الحزام فديريكتومون حسب لوائح الفيفا فهي ضربه جزاء. هذه راي الحكام والخبراء هوني مقاربه مع ضربه جزاء تاع النادي الافريقي. انا قلت لك ضربه جزاء محمد أيوة. ما لا شك لا شك فيها. اما ليه حبيت نوضح لك حاجه اليوم محمد وقت اللي انت تشوف هذيك اخذت بيلانتي وتشوف نتاع الكلوب ما حكاش حتى نتاع الفار تبهت ولا ما تبهتش محمد فما حاجات اللي يوريك فما حاجات تولي مقصودة محمد. يعني انت تشوف هذه تحط فيها بيلانتي حتى الاخرى حتى الفار ما عيطلوش محمد ما خلطناش البيلانتي عيطلو اخويا الفار وبعد احكم باه واضح. ضربة الجزاء هذه تحكي عليها برشا سيد عربي سنقري ضربة جزاء مو ضربة جزاء ولا هي برشا خبراء ولا بيه ريتهم اما نقول لك مش ضربة جزاء لانه كاردوزو اي اختف تليفون الغدامسي والغدامسي خلط عليه بريك عليه فك له التليفون ما هي ضربة جزاء. انا والله نقعد بها يا محمد راك تحكي على قلت ويس محمد كي تحكي على ضربة الجزاء هذه عبارة تحكي مع ميت شنو تو كلام هذه تو هذيك من ضربة الجزاء وقاعدين نناقشوا عليها وضربة الجزاء ومن ضربة الجزاء ودي بيلانتي وقبلها بيلانتي واحدة أخرى شنو تقول لي ضربة الجزاء ما غير شك بالنسبة لي كيف باهي الكلام اللي تقال الكل تعتبره في خانة التشويش على ما بعد المباراة كيت كاك وهو درا شنو وما بين الشوطين انت ساعة باش نسمعوا ما بين الشوطين الشوطين شنو الشوطين باش نسمعوا السيد قيس بن أحمد شنو حكاية في علاقة بالحكم السيد حسين بولارس عشان الطول اللي زفروه ثم كنتوا تتبع معنا في المقابلة وتقريبا كلنا متفقين وأنهم عدوا شوط أول ممتاز من ناحية التحكيمية لكن سبحان مغير الأحوال في الشوط الثاني رينا طاقم التحكيم عبارة مش نفسه اللي زفر الشوط الأول قعدنا احنا نتساءل وشنية الأسباب عرفنا وأنه بين الشوطين الأحداث اللي صارت في تيونال وقدام حجرات الملابس متاع الحكام هذوما ربما هي اللي كانت السبب في التغيير الجذري اللي وصل حتى ل 180 درجة في المردود متاع الحكام اللي رينا حتى في من ناحية الأخطاء اللي ارتكبها من ناحية اللعب اللي شفناه فعلا في المباراة نحسوا أنه مش نفس الحكم متاع الشوط الأول لأن الحقيقة شيء أسف شيء أسف معناه في مقابلة تقريبا هي من أقوى المقابلات في البطولة التونسية نشوفوا اللي شفناه ما بين الشوطين من فريق كبير في تونس من فريق عادة معناها نقولوا أنه في مقابلات من نوعية هذه ما تصيرش الأحداث اللي شفناه هذه الحقيقة ذكرتنا بمقابلات ربما تصير في أقسام سفلة لكن المؤسف الأمر أنه الأحداث هذه صارت اليوم في ملعب رادس في أقوى مقابلة في البطولة التونسية واللي يزيد يأسف أكثر وأنه صدرت على مسؤولين كبار في جمعية الترجي الرياضي التونسي. ماذا حدث في ما بين الشوطين عربي سنقري؟ شنو اللي يحدث؟ أعطينا ماذا حدث؟ ما عنده ما حدث الحكم الشوط الأول اللي أنت ريته قال لك نحن عجبنا الحكم في الشوط الأول وما عجبهمش في الشوط الثاني والترجي فما مسؤولين من الترجي والترجي ما عجبوش الحكم في الشوط الأول وعجبهم خدمته في الشوط الثاني يا أخي سامحني يا أخي أنت تو جي أنت كحكم ما تعجبنيش والجمهور يعيط عليك يا أخي من حق وموجودة واللي أنتوا في الدنيا أي جمعية وأي معناتها مسؤولين وأي لاعب ينجموا في تونس هوني يبدأ يدخل للتونيل يبدأ غاضب على الحكم أعطينا حقنا كله شنو تقول لي هو جد براكاب سكينه ما قالوا اعطينا حقنا ماهوش معقول تعمل فيه ذي صدر على مسؤولين كبار من الترجي يقول لك مش مقبول سيد قيس بن احمد معناه في اقوى مباراه في البطوله شنو مش مقبول شنو مش مقبول خليك تسرقني وتقول لي مش مقبول قالوا اعطينا حقنا شنو قالوا اعطينا حقنا معناتها ما عادش عنده الحق حتى يتكلم اعطينا حقنا يا سيد بلا نسالك سؤال تفضل او تونس كامل تفرج شنو هو الحكم اللي عمل ضر النجم الساحلي او ضر الترجي فيش عطيني حاجة ناس حط كرة في الشبكة ونحتها ضربة جزاء ضربة جزاء النجم الساحلي مركز زوز اهداف تحسبولها ترجي مركز هذا اهداف تحسبولها شوف ايش اقول لك حاجة ما ذي رأينا نعرفوه الشيء ذي الكل نعرفوه شوف تلعب كرة على تيران واعمل جمعية واربح وصل قبل ما تتكلم على تيران صلح روحك خاطر اغزر برشا جمعية رغم انه النجم الذي ساحلي ممتاز جدا ممتاز بشكل ممتاز باقي يزمة تصلح انا نعاود نقول لك راقي العويني ممتاز جدا خنفرك يا محمد راقي ممتاز جدا نحكي عن النجم الذي ساحلي بالشيء اللي صاير
عملوا ممتاز جدا، راهو شيء فوق الخيال، اكثر جمعيه من ذره. صحيح. لان لن تثبت لا جابت حتى شيء، تلعب بوليداتها ترى هذا كله ممتاز تعمل فيه. ايش حبيت نقول لك يا جمعيه تراو في الفتره الاخرانيه قاعد نشوف في برشا جمعيات يا ولدي برا تلهاو بجمعياتكم، تلهاو بملاعبيتكم، تلهاو بالستاف نتاعكم، سايب عليكم على التلاب اللي فوق منك، تلاب روحك ساعه حسن روحك بعد توصل وتفوت حتى اللي فوق منك. ممتاز، شكرا لك عربي. بعد شويه نرجعوا نحكيوا على النادي الافريقي، تعيين جديد فوزي البنزرتي على الشرف على تدريب النادي الافريقي، الاهداف اهم لي زوبجيكتيف اللي حدهم، بعد شويه نحكيوا معك خالد، ومباراه الترجي والاهلي، لكن التجارب واهميه انه الواحد يتعلم من التجارب، نشوفوا من الماضي ونبنيوا عليه المستقبل. توتسويت مع حسنين نحكيوا كيفاش نتعلموا من تجاربنا. هو كيفاش نتعلموا من تجاربنا؟ التعايش المشترك. ايوه، الاختلاف والتعايش المشترك. انا تذكرت هالنهارين وعلى وقت الاحداث جريده الراي الاسبوعيه نتاع الاستاذ حسيب بن عمار. انا خدمت معهم برشا، وكانت في اللاين في الصفحه الاولى من الجريده هذه، هي تبلويد، مكتوب يعني على الولايات في الفوق قولة لفلوبير فولتير بلتو فولتير، تقول قد اختلف معك في الرأي ولكني مستعد ان ادفع حياتي ثمنا لحقك في التعبير عن رأيك. هذا كان شعار الجريدة هذه، الفكر الاختلاف مجديد في تونس. وفما كي نقول مناضلين، هذا مناضل حسيب بن عمار الله يرحمه ينعمه، مخذي حتى شيء الجريدة من بعد تقواله تقولوا اسمه تفكس من رأي تولت الرأي العام وكذا، وحصير ومسكين هو يعني في آخر حياته متألم. رغم اللي يسموه فيها، وفما ناس مجرمين أجرموا في حق هذه الجريدة، لأن الجريدة حين أصبحت مجلة خرجت العدد الداخل عدد وحيد في 7 نوفمبر. أيوة. كتبت أم زياد في العدد ذاك خربتها. أيوة. عدد وحيد، عدد وحيد مجلة وكوالت مجلة، خاطر هو عرف يعني في قبل 7 نوفمبر الامور متحركه في تونس، وبدت الغيوم تتلبد في السماء. سي حسيب مخي وزير وشد وزير وكذا وكذا وكذا، ورجل اللي يعرف رجل وطني حقيقي. ايوه بفهم الامور هذه وبدلها الى مجله. كتبتش يوم زياد في اخر المجله رشاش ثبت الراي، يعني عامله امتحان للرئيس ثبت في ديمقراطيته، قالت له انت مجرم وانت قتل قتله وانت واحد، واو شوفوك تخليه المقالب يتنحيه. ايوه يا اخي فتقت الجريده جمله. أيوة. ومشاك حسيب ومشت الحكايه كلها كما كل برشا تجارب انا شاركت فيها يعني تتميز بهذا الميش. وانا الحقيقه هذه حكايه معناها الاختلاف في الراي هي مش من ثقافتنا، راي مشكله كبيره نحن، يعني نحن معناها الراي الواحد والسلطه الواحده والامام الواحد، واذا كان عندك امام اخر قلت لا. أيوة. اذا كان شيعي واللي سني يقتل بعض، ما فماش هذه اختلاف في الراي. اختلاف الراي بلاد في عمقها وفي دماغها وفي ذهنيتها وفي تاريخها المديد، هذا الاختلاف في الراي جديد جديد جديد. ويعني رغم انه نذكر قوله يعني عظيمه منسوبه للشافعي، ايش يقول؟ ايش يقول؟ راي صواب يحتمل الخطا، وراي غيري خطا يحتمل الصواب. وهذا شعار واخذته حزب التحرير، هذا شعار. وهذا ولكن برشا ناس يقولوا هذا منسوب للشافعي، السلفيين يقول لك لا هذا ما قالوا الشافعي، هي كل اشعار الشافعي تكاد تكون يعني مشكوك فيها في نسبتها. يقولوا اتباعه حصلوا هذا خرافات التاريخ الكبيره. ايوه. وانا اليوم على حقيقه يعني ما وانا اتراوح بين هذه المعاني واعثر على هذه التدوينه الجميله اللي نحب نقراها لك، اقتات عليها اقتات من رزق سيدي محرز بالحسن. ايوه فهمتني كاتب ساعات، انا مش بالضروره ديما نتفقوا مع بعضنا في الاراء، ولكن يعني عنده قدره هو واسلوب يعني يستطيع انه به يعني يجود الكلام ويحسنه ويكتشف مفارقاته ومخارجه. هو معناه بارك الله فيه بيك العظيم. أيوة. محمد الطرابلسي ومن ادراك، تحياتنا ليه. عاد سيدي يقول الاحظ بألم قداش ولاحظوا بألم قداش نحن ناس ما ناخذوش العبرة من تجاربنا، وقداش ما زلنا مواصلين في نفس الأنانية متاع 10 سنين اللي عديناها كل واحد يجبد الروح. من جهة تلقى ناس ما زالت تحب تزايد على البقية كيفاش موقفتوش معانا في اللو من اللو. أيوة. وقت اللي هو ما 10 سنين يحكموا
موقفه كان مع رواحهم ويعطيك الصحة سيدي محرز فهمتني هذا صحيح ما شفناهمش اللي هذه الساعة عملوا وقف التام شوف على قيم بعمير بوسي هالأنواع ديالكم عبير بوسي حب تعتصم بدار المحامي وولعت من ذلك أيوة. ما شنايا ما محامي حتى هي يا ودي توا حب حلو رواحهم باب بلا ما سمعتش الحديث على عبير بوسي في الفترة الأخرى فكاني تمام الاحداث يوميا تاف 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 وهو موقفك تعرف يا سيدي محمد راهو الاحداث هذيا كي داري تاف 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 تغطي على بعضها البعض أيوة. يعني دائما النهار كان نتكلموا على الاخ شو اسمه اخونا زياد الهان زياد الهان ها اليوم نتكلموا مشى زياد يعني تتوالى وتصبح كانها واو خطوره الموضوع هذا تصبح كانها امور تصبح عاديه كي يوميا يشدوك يوميا تقع هجه وتقفل هجه وتطلع ولا قلت لك من المره الاخرى اخر العام هذايا هم نعدوه على وقع هذا الإيقاع لأنه فما عركة شنيعة في تونس على الشرطة أيوة شنيعة شنيعة وهذا شنيعة شنيعة بيتم معنى الكلمة شنيعة وعادي حسنين هذي في سيرة على السلطة الطريق إلى السلطة يا أخي عادي نحن بلاد هشم زمرة فقيرة ما مش أمريكا نحن في أمريكا ولا شارع اما نحن يا اخي امورنا ظهرنا امور فماش حكم فماش وطنيين بمعنى يرعون يعني مصلحة هذا البلد الوسط انما برشا ناس يقول لك خونة ما خونة في كل بلاد فما خونة وفما مواطنين فما مخلصون فما صلاح البلاد وفما خونة وشياطين وعملاء وعباش وعملاء ايضا واضح بيه ثم وقت اللي هما 10 ساعة معناها وقت اللي هما 10 سنين يحكموا موقفه كان مع رواحهم وما شفناهمش لهذه الساعة عملوا وقفة تأمل جدية وقالوا هاي أغلاطنا وها وين قصرنا هذا هو الصحيح ما عملوش هكا والله ما يوصل شيء والله وين قصرنا وين باش نصلحوا رواحنا ومن جهة نلقى ناس أخرين عايشين تقول في ديساكت نقولوا توقف يعني توقف طيب توقف وحلوة كالمستقى صحيحة لأنه توقف مغلق على بعض يا البعض وتتعادى معاداة نحن بلاد بيش توقف توقف هم في بلدان فيها توقف نحن معلش توقف نحن جابوا لنا توقف كان هؤلاء يعني هاو مسلمين مش مسلمين مش مش هاو الإخوان جيه ونغنوشي بيه ثم هاي ايش يقول ما يتضامنوا كان مع زعمائهم وزعيماتهم ولا يفكر بالبقي ولا يفكر بالبقي وكان المسألة هي عركة متاع اشخاص وكل واحد معاه ولاد حومته ويويلوا اللي مهوش معنا بينما الناس اخرى تتضامن وتهتم فقط لما لما يتمس القطاع متاعهم ولا تتمس مصالحهم المباشر وفي النهاية بكلها راكحة فيها زكرة بريك على حد سواء المرة الجاية نحكيك على زكرة بريك انا يكمل اخونا بيجا العظيم ايش يقول سيدي محرز بالاحسن يقول قال هل من حد ادنى متعقد اجتماعي يجمعنا كابناء امو سبين امو سابيان ايوه هذه شنو امو سابيان هي ما اصل الانسان الانسان هذه الادمي الانسان العالي العرق الاول للانسان واضح ابن ادمي نعيش على رقعه جغرافيه معينه ونحب حياتنا تنتظم حسب قواعد لا تنحدر منا قواعد لا تنحدر بنا الى لمرتبه ما دون البشر صعيبه يا اخي هذه يا رسول الله خلينا نبدأ مثلا بقاعدة بسيطة نحفظوها ونتوقف عليها مع بعضنا البعض أنا كإنسان عندي الحق باش نكون مختلف عليك وفي نفس الوقت نبقى موجود على سطح الأرض ونعبر على رأيي اللي ما يعجبكش هل فما شكون يجم يتفق على هذا على الأقل ويلتزم أنه يدافع عليه ولا حتى هذه يلزم فيها نغزر الوجوه ونفرق الحم بارك الله في سيدي بقبل أحسن وربي ينفعنا ببركته هو عنده دائما يعني رشقات مش ديما أنا ساعات له يهرب علي يقوش علي أيوة. هو مو سيدي محرز تو المفروض مش يقوش علي يمشي أكثر على اليمين هو سيدي محرز سيدي بالأحسن هو سيدي محرز سيدي أيوة. هو اسم مستعار يعني خارق العادة شكرا لك حسن على كلام أحسن ثم ديما حاجة ديما باقي نعودها اللي هي. يا هنا من كان مثلي ما يهم من ومن أنتم أصحاب الفخامة والزعامة والدرء لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن يا وطن أنت حبيبي أنت عز وتاج راسي أنت يا فخر المواطن والمناضل والسياس يا ولادي حبوا تونس حبوا تونس واللي يشد وخير وكفاء مرحبا بي واضح شكرا لك خالد علي تويتي بعد شوية باش نتصلوا إن شاء الله بالأستاذ نزار عياد محامي برهان بسيس باش نتبعوا آخر الجديد وآخر المعطيات في الملف لكن تود سويت تراند مع ثريا العمري
الخبر الاولاني في تراند باش نحكيو على الفنانه القديره مايده الحناوي وظهورها. ايوه اول حاجه خاطر الناس انبهار بشكل تام فيها، الناس الكل باهتين وقالوا لها الناس الكل زاد فرد هكا كومنتير لعمر مجرد رقم. على فكره مايده الحناوي من عام 59 عمرها 65 سنه، وبما اني قعدت بريود طويله هكا ما ظهرتش وظهرت في لوك ياسر محليه جون على الاخر من غير لا تجاعيد بنفس جمالها وروحها. أي وروحها وصوتها، وخاصة زيدة معناتها اللوك متاحة اللي هو كان ديما سبيسيال من بدايتها، واللوك هذيك كاللوك الأوروبيان ما هوش موجود. دونك هذي الاخبار الأولاني. ميادة الحناوي ممتازة داس ألتا سمايسة اي كبست حسيت كبست الامور شوي مقصر. ايوه شو معناتها كبست عليه تتفكر شوي عليها شوي على 65 سنه جلود يعني كبست معناتها ليه بروحها فنانه لا فنانه شو فنانه هو تو خبير تجميل عايش حسيته يعني فما شوي استهزاء فيك ليش استهزاء تو واحد 65 سنه جلد شنو تقول لي يعني تقول لك كبست هو معاك 65 ها جنبي مقابليني زوز معناها برك الله مريولي تو تلاحي مريولي بدني انا تو تقول نتاع 38 والله قد نحي مريول تدخل قلبور لا تقع عملت عملية تجميل صحيح. الأخبار الثاني في تران به نمشي للأخبار الثاني واللي هو يخص الفنان الممثل باسم سمراء اللي هو بنتي بيه بربي الفريقة آخر ديكلاراسيون يقول ما فيش إمكانيات ولا صحة للزواج من أربعة اثنين يمكن. دونك استاتيو هذايا اللي خلى زاد الناس الكل تتفاعل ايوه معناتها الجمهور الكل تفاعل. نعرفش انتم شنو رايكم، قال فماش لا امكانيات لا صحه في ممثل مصري وناجم مصري هذا قال الاربع ليه قال الاربع لا امكانيات لا صح اثنين به اي اثنين يوم طلع كتشوفوا هذا ايوه خالد صعيب اربع محمد صعيب برشا برشا لا تنجم لا تقاومهم لا ماديا يعني ما تنجمش يعطينا تايك قول لنا تبتسم كأنه عجبك الموضوع تفضل مش عجبني وتتني كلمة ما قاعد نخمم تتقال لا ما تقال شفت إذا فما الشك فهم. ما تتقالش إذا معناها هذه في القال التوانسي يقولوا كلمة حلوة لأن ما نحبها ما نحبهاش كلمة هي مش باش نقوله ما نحبهاش نقول أيوة. ما نحبهاش يقولها يعطيك لا ليه؟ أنت ولاخ هذه دودة يعطيك دودة أيوة أنا الدودة هذه تجيني حاجة من أسقط نايم يا لطيف والله نجم تاع مثل العتاوله السنين في رمضان عيسى الوزان عيسى الوزان هذا عمل بوليمي هذا هو كتصوير تاع محسن عيسى الوزان عيسى الوزان في مسلسل عتاوله عمل نمبر 1 عسل باشا توب 1 حسن الوزان عيسى الوزان عيسى الوزان اعطيونا عيسى الوزان بربي في مش لازم لا لازم تعرف عليه نجم في مصر نجم في مصر ومعروف برشا وعنده قاعدة جماعية رمضان السنة كسر عنده قاعدة والمسلسل تلما نجح باش يعملوا منه جزء ثاني فما جزء ثاني اي قالوا فما يمكن فما جزء ثاني من مسلسل العتاولة ناخذ احوال الكياس مع هي بالغايب الاخبار فاصل صغير وراجعين خليكم معنا راجعين شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم اي اف ام انفو ترافيك عسلامة مرحبا بكم على اي اف ام احلى راديو توا 5:58 دقيقة الحركة تزيد ترزن في حوايز العاصمة اكتظاظ مروري كبير برشا نيفو رون بوان بير القصعة اللي جايين من بن عروس في اتجاه رادس الحركة واقفة فوق انطار شارع الجمهورية في اتجاه جبال الجلود وميكرين نيفو سوق المنصف باي وشارع كارتاج يتواصل حتى تخافو الكبارية في الكبارية تعطيل من جهتين يبدا من لاكانيا يتواصل حتى رون بوان حي ابن سينا ويتعاود على مستوى رون بوان سوق الكراهب في اتجاه المروج 6 والمغيرة ضغط كبير برشا اللي جاي مرة الملاح وحي محمد علي في اتجاه المروج 3 على جي بي 8 ضغط متواصل من معرض الشرقية حتى رومبوان حي النزهة في أرينا زد الحركة رزينة في شارع طيب المهيري كيف كيف ضغط على مستوى رومبوان ليسكال في الغوتيك ستاتيل كبير متواصل على مستوى المنار 2 وكمبوس المنار في اتجاه باردو كالعادة كان عندكم أكثر تفاصيل على الكيس تجمو تكلمونا على 58-550-711 وإلا على جروب EFM أنفو ترافيك احنا نتقابلوا بعد نصيف ساعة طريق سليمة للناس الكل نحكيه على الفراري في عام 1987 كسرت الفراري F40 حاجة سرعة 200 ميل في الساعة واللي يعني تقريبا 321 كيلومتر في الساعة كأول سيارة تقوم بالإنجاز هذا هي كهرباء إيطالية الصنع عندها شهرة كبيرة في إيطاليا خاصة وفي العالم عامة شيل فيول سيف فرتسوم نظيف